هل كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم يوجد أكثر من فرقة؟ طيب من صلى الله عليه وسلم زمن أو زمن شو تحن جماعة سونا غير تيح. كم جماعة كانت زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نلير جماعات. جماعة واحدة. تحن جماعة يرتي. إذا لابد أن نكون على هذه الجماعة. تصدق تحن جماعة يا أخي ودي يشتوك ويا. لا نتبع إلا المعصوم عليه الصلاة والسلام. تحن ينتي عبر درزن درجالش خلدي يشتاس في محمد صلى الله عليه وسلم. لا نتبع أشخاص. تحن ينتي أحد دوله يا بيش ناغن. كل الأئمة الأربعة أمروا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وي إمامة مذهب إمامة تار مسارة تار وين دندل أمره ويطيمر أنت أحد وزردرك.